ممالك منقرضة. الحلقة 13. العنوان: الديناصور المهيب، ملك الديناصورات. مقدمة: يمكن القول إن الديناصور ريكس، الذي غالباً ما يتم اختصاره باسم تيريكس، هو أحد أكثر الديناصورات شهرة وروعة التي جابت الأرض على الإطلاق. بفضل حجمه الكبير وقوته المثيرة للإعجاب وطبيعته الشرسة، يواصل تيريكس التقاط خيال الصغار والكبار على حد سواء. في هذه الحلقة، سوف نتعمق في عالم التيرانوسورات الآسر، ونستكشف خصائصه الفيزيائية، وموطنه، وسلوكه، وفي النهاية انقراضه. واحد، التشريح والخصائص الجسدية. كان التيرانوسور مخلوقاً ضخماً، يبلغ متوسط طوله حوالي 40 قدماً ويبلغ ارتفاعه عند الوركين 15 إلى 20 قدماً. يبلغ طول جمجمته وحدها حوالي 5 أقدام، وتحتوي على صفوف من الأسنان الحادة المسننة التي يمكنها بسهولة سحق العظام وتمزيق اللحم. كان لتيريكس أرجل قوية، ممن سمح له بالوقوف منتصباً والركض خلف فريسته بسرعة تصل إلى 20 ميلاً في الساعة، ممن يجعله أحد أسرع الديناصورات على الرغم من حجمه الهائل. اثنان، الموئل. سكن التيرانوسور ريكس ما يعرف الآن بأمريكا الشمالية خلال العصر الطباشيري المتأخر، منذ حوالي 68 إلى 65 مليون سنة. لقد فضل البيئات الخصبة والمنخفضة ذات الغطاء النباتي الوافر ومصادر المياه التي يمكن الوصول إليها. قدمت جغرافية المنطقة أرضاً مثالية لصيد التيرانوسور، حيث كانت موطناً لمجموعة متنوعة من الديناصورات العاشبة التي كان يفترسها. ثلاثة، السلوك المفترس. لا شك أن التيرانوسور ريكس كان من أفضل الحيوانات المفترسة، وكان يتمتع بشهية لا تشبع. سمحت له فكيه القويتين وقوة عضته الهائلة بالتغلب بسهولة على الديناصورات الأخرى والتهامها. ساعدت أسنانه الحادة، إلى جانب حاسة الشم والرؤية القوية، في تحديد موقع الفريسة من مسافة بعيدة. يفترض بعض علماء الحفريات أن التيرانوسور ريكس ربما كان مفترساً نشطاً وزبالاً، مستفيداً من أي مصدر غذائي متاح. أربعة، الانقراض. لقد حدث انقراض التيرانوسور إلى جانب جميع الديناصورات غير الطائرة منذ حوالي 65 مليون سنة في حدث يعتقد على نطاق واسع أنه نجم عن تأثير كارثي لكويكب. وتسبب هذا التأثير في دمار واسع النطاق، بما في ذلك التغيرات الجوية واضطراب المناخ وفقدان مصادر الغذاء.
ومن المقبول عموماً أن التيرانوسورا ريكس والعديد من أنواع الديناصورات الأخرى لم تتمكن من التكيف مع هذه التغيرات السريعة، مما أدى إلى زوالها في نهاية المطاف. خاتمة. يمثل الديناصور ريكس رمزاً مبدعاً للعالم القديم وتنوعه المذهل. من خلال حجمه الهائل، وطبيعته المفترسة، ومصيره الغريب المتمثل في الانقراض، استحوذ تيريكس على الخيال البشري لأجيال. على الرغم من أن عهده استمر لملايين السنين، إلا أن هذا المخلوق الرائع لقي نهايته في نهاية المطاف في مواجهة كارثة لا يمكن تصورها، تاركاً وراءه إرثاً من الانبهار والإعجاب في قلوب عشاق الديناصورات في جميع أنحاء العالم.